يا دكتورة ما تسيبيش مجالك لغاية لما تاخدي حقك. آه طبعا. خدي حقك الأول مش كده؟ أنت تحت أمر حضرتك يا فندم. ما هو لو نزلت الدكتور مصطفى مش هيدفع خلاص. وأنا بقول لك الدكتور مصطفى دلوقتي هيبقى قدام الناس ما يقدرش يقول لأ. مش كده يا دكتور؟ طب كام للأسرة والكبار السن؟ حد يلحق يا دكتور؟ معيط موجود الأول؟ براحتك بقى. تحت أمر حضرتك يا فندم، يعني لو أستأذن أنا بقترح إن حضرتك يبقى 5 مليار للصناديق للطقم البيضاء. 5 مليار لأني صندوق فيهم؟ صندوق التنمية الأسرة، تأمين الأسرة. أنت عامل حسابك على واحد مش كده؟ لا لا يا فندم، لا لا حضرتك تطور بيه. يا دكتوره هو في صندوق تاني بس ممكن ناخد الاثنين؟ لا 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 ما هناخد حته. لا ده هو ده هو الكبار السن خلاص. هي الفكره الدكتور مصطفى هو اللي بيبقى مشرف معاكم على الصناديق ديت، ادي واحد. اتنين، احنا قلنا ان احنا كل اللي احنا هنقدر نجيبه للصناديق دي احنا هنبقى حريصين على ان احنا نحافظ على الاصول يا دكتور. بالظبط. فاحنا حتى لما بنزود الرقم ده يا دكتوره العائد بتاعه هو اللي وكل ما هتخش موارد اكتر من الاشتراكات ومن زي ما انتم عاملين في القانون، يعني الايرادات بالايرادات اللي بيجي لكم الموارد، يعني كل ما الرقم هيزيد وهنقدر نقدم خدمات اكتر. بس حافظوا على ان احنا الاصول بتاعت سواء للاسره او الكبار السن يبقى فاحنا هنبدا. انا والله كنت عايز اكتر من كده بس مش عارف الدكتور مصطفى يعني اللي تؤمر بيه يا فندم مش عارف. بس احنا ربنا كرمنا بقى وقلنا الحمد لله يا فندم. طيب على كل حال خلينا مبدئيا كده عشان ما نضغطش على الدكتور. 5 و5. حاضر. خلاص مبسوطه كده؟ حاضر. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. اتفضلي.